كون على ثقة. احنا كلش افتقدنا هذه المجالس، افتقدنا وجود الكبار في السن اللي هم الاجداد، الاباء، الامهات، افتقدنا قعدتهم، افتقدنا حكمهم، افتقدنا انه احنا شلون كنا دائما نلجأ لهم، وهم اكثر حكمة واكثر دراية واكثر حرصا وخوفا علينا كجيل ومن بعدنا هاي الاجيال. قلت لك المشكلة انه الانترنت هو اصبح هو المربي، مثل ما ذكرى وحضراتهم انه ايضا مجلس النواب اصلا ما بباله ولا يمه ولا مهتم بهذه القضية، مع العلم هي قضية مو ماشيين حالة تفكك اسري زين، ولا يمهم اصلا، هم ملتهين بامور اخرى، هم اصلا بداخل مجلس النواب هم منفصلين، هم ما عارفين يحلون مشاكلهم. طيب مشاكل دا يقول لك الاستاذ هنا وكثر من المحامين ومنظمات المجتمع، انتم تعرفوهم المسجله، المنظمات مجتمع اللي هم معروفين بالاسماء دكتوره فاتن، وايضا حتى حضرتك تعرفيهم، يا اخي تعالوا استعينوا بهم اذا انتم اذا تريدون تحلون قضيه، تعالوا اقعدوا، شنو المشاكل اللي عندكم، شلون نقدر نحل هاي القضيه، نحل لكم هذا القانون، نشرع لكم هذا القانون اذا ما عندنا هذا التشريع، بس هم ما بالهم ولا يهمهم. زين ما فكرتوا بانه انتم المره راح تقودون اي بلد واي مجتمع.